تعالوا نروح على قصة تانية من بورسعيد. البحر أصبح لونه أخضر أهو. أنا أعتقد قبل ما أسمع أي حاجة من كبار العلماء والمتخصصين، أعتقد إن ده ممكن يبقى بسبب كائنات دقيقة، بلانكتونز، يعني ما عنديش نظرية مؤامرة فيما يتعلق بتحول لون البحر على الإطلاق. في شيء ما طبيعي وبيجرى، إيه هو؟ أنا ما أعرفش، يمكن ده هناك في بورسعيد، لكن خلينا هنا بقى نسأل العلماء. دكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. الصحة، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام يا فندم. طمنا على البحر في بورسعيد يا دكتور محمد. والله البحر بخير والدنيا بخير الحمد لله. إيه سر تحول البحر هناك في بورسعيد للون الأخضر؟ والله هو احنا يعني انا باخد من حضرتك الكلام من المداخله اللي فاتت، ان احنا دلوقتي بنحاول نحارب الاشاعات بالعلم. حلو. اللي حصل بالظبط ده ظاهره طبيعيه بتحدث من حين لاخر في بعض الشواطئ في العالم، واعتقد ان هي من سنوات ماضيه حصلت عندنا بس ما حسيناش بيها بفتره معينه. اللي حصل بالظبط ان خلال الاسبوع اللي فات بدأ كان في ريم ابيض ظاهر بكميه شديده شويه على الشط، وابتدينا نزور الاماكن دي ونشوف ايه طبيعه الريم ده، فهو بيدينا دليل كده ان في حاجه حصلت. ايه اللي حصل؟ ممكن بعض الكائنات ماتت، ممكن نباتات ماتت، بس في اعماق البحار، في العمق بتاع البحر. امبارح او اول امبارح بالليل اللي هو يوم الحد بالظبط كده، يوم السبت الساعه 12 بالليل، بدات يظهر اللون اللي هو الاخضر. وده طبعا بيجيب لنا على التساؤل اللي احنا تساءلناه كعلماء، يعني طبعا ان وجود الطحالب الخضراء، والمناسبه دي خضراء مش ضاره ولا اي حاجه، بكمية كبيرة جدا، ده معنى كده ان احنا دخلنا في ظاهرة بيسموها الالجال بلوم، اللي هو الانتشار التكاثر السريع لبعض الطحالب في مكان محدود، والمكان المحدود بتاعنا اللي هو يعتبر المنطقة بتاعت شرق بورسعيد. حلو. شمال شرق بورسعيد. الظاهره دي ابتديت احنا طبعا انا بنتتبع ايه اللي بيحصل في اعماق البحار. طبعا الاثار اللي هو وصل عندنا او وصل ليبيا ويوصل وصل عندنا في دانيال ده كان بدا في وسط البحر المتوسط، وده اللي بوجود الاعاصير دي بيخلي ان في تيارات شديده شويه غير المعتاده. التيارات دي بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه تقليب لبعض اللي هي قاع البحر. ايوه. فبتطلع مغذيات حلوه فيها مواد عضويه، فيها نيتروجين زياده، مين اللي يحبها؟ اللي يحبها الطحالب. فالطحالب تنمو بصوره شديده جدا. طيب بيحصل بعد كده ان هي في درجه حراره عاليه، فبتساعد برضه في نموها وانتشارها. بيساعد كده كمان ان هي تتنقل لنا على الشط، لان التيارات البحريه بتقذفها ناحيه الشط. وده اللي حصل بالظبط. طيب انا زي ما حضرتك قلت دي ظاهره ما فيهاش اي ضرر على الاطلاق. السؤال الثاني اللي ممكن يجي على بالي، يعني في سؤال ثاني برضه، هو وهل فيها فائده ما؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده حاسس ان في وراه ممكن مثلا ارتفاع نسبه اليود في الميه، ممكن يبقى ارتفاع نسبه الاكسجين، يعني مش عارف حضرتك ادرى. هو ما نقدر، لا نسبه الاكسجين يدي ده كويس للميه، لكن هو ارتفاع نسبه نيتروجين مثلا، بس مش عندنا، مش على الشط ده جوه. أيوه. بس جوه البحر. أيوه. لو ما فيش تيارات بحريه احنا ما نحسش بالظاهره دي، لكن التيارات البحريه مع الامواج اللي هي بتبقى متجهه ناحيه بورسعيد، ناحيه الشط بتاعنا، وبالذات في اللي هو التيار اللي هو ايه، شمالي غربي جنوبي شرقي، واخد بال حضرتك؟ فيبتدي يبتدي يحجز لنا الحاجات دي في المنطقه الشرقيه. كويس جدا. أشكرك يا دكتور، كل الشكر. دكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، وضحت الرؤية جدا، مفيش أي ضرر، ظاهرة طبيعية جدا، مسألة التيارات المائية مع ارتفاع درجة المية إلى آخره، أدى إلى إكثار مجموعات من الطحالب البحرية يعني قرب السواحل بتاعة شرق بورسعيد، ده اللي أدى إلى أن المية لونها كده. ودمتم.